معاك. طيب احنا دلوقتي مركز رابع وبنتكلم ان على الارض، مش هقول ان احنا قصرنا، محدش يقدر يقول ان احنا قصرنا حقيقي، ولكن من وجهة نظرك كابتن محمد انت شايف ليه احنا ما كسبناش مثلا مركز اول او تاني او تالت حتى؟ والله هو طبعا في الاول احنا مركز رابع في الاولمبياد، دي حاجه كبيره جدا طبعا، انجاز يعني طبعا ما حدش يقدر يقلل ده. يعني وجهه النظر الاخرى تقول لك يعني ما هوش انجاز قوي، لا معلش انت بتتكلم برضو يعني لا هي الناس الموضوع مش زي ما انتوا او زي ما انت هتبقى فاهم. لا هي الناس طمعت شويه طبعا، المنتخب طمع الناس وخلى الناس عندهم امل ان احنا نقدر، واحنا فعلا نقدر، بس هي المشكله ان احنا مقابلتنا السيمي فاينل كانت للاسف يعني كانت طبعا صعبة، كانت مباراه قويه جدا. احنا بنلعب المانيا، منتخب فرنسا بيلعب البحرين، فالموضوع اللعيبه مجهده وده ظهر عليهم في الماتش فرنسا اخر 10 دقائق، اللعيبه عايزه بس مش قادره. فهي دي النقطه اللي حصلت، وكمان علي زين كان في اخر الماتش كان مصاب وكان بيلعب وهو مصاب. فهي دي طبعا اللي اثرت على المنتخب. شايف ان المنتخب طبعا ما اثرش، احنا من الاربعه الكبار في العالم في بطولة أولمبية، دي حاجة، ده حدث مش أي حد يقدر. وده شيء مبشر للي جاي إن شاء الله، يعني طبعًا يبقى في شكل تاني خالص ورانكينجز تانية خالص بإذن الله في 2024 بقى. أكيد طبعا، إحنا والمدرب قدر اللي هو إحنا بناخد خطوة خطوة، اللي هو كان في كأس عالم إحنا كنا سابع، دلوقتي إحنا بنشوف إحنا في الأولمبياد الرابع. كأس عالم اللي جاي إن شاء الله يبقى في الأول، أولمبياد نلعب نهائيات. فانا شايف ان لا هو دي حاجه مبشره جدا، وانا شايف ان احنا منتخب ماشي بخطوات كويسه جدا وفي الاتجاه الصح وفي الطريق الصح. جميل.